هذه المرثية من كلمات الشاعر أبو مبخوت ماجد شبوان الأجدعي بعد رحيل فقيد الوطن الشيخ علي صالح شطيف رحمة الله تغشاه وتعازينا لقبائله جميع أداء أبو العاصفة. يا اليمن تلي قفا ركن عليك الصقر بل كونك تعرفه وين علي صالح شطيف بخمة علم وقايد بقوة تهربط في ربوعك يا وطن كم مواقف له كثيف السياسة والكرام تعرفه ما هي فقاوط في صلاح الشان والقب يا له ما له وصيف يا اليمن تلي قفا ركن عليك الصقوط من ركونك تعرفه وين علي صالح شطيف والمروة والشهاوة ما لها ما قد فراوط في طوارفها نصار بسند كان من ضعيف مقدر احسي سيرته والمواقف ذي ضباوط ولد صالح يرحمه عظمه الركن المنيف يا اليمن تلي قفا ركن عليك الصقوط من ركونك تعرفه وين علي صالح شطيف اشهد انه بعد ما اوتقطعنا الحزن غوط والهموم تراكمات بعد موتك يا شطيف في رحب الخلد ساله مقره مرتبط بالنعم والحور جاء بالنبي ذيه شريف يا اليمن تلي قفا ركن عليك الصقوط صالح شطيف فخمة علم وقايد بقوة تهربط في ربوعك يا وطن كم مواقف له كثيف السياسة والكرام تعرفه ما هي فقاوط في صلاح الشان والقب يا له ما له وصيف يا اليمن تلي قفا ركن عليك الصقوط والمروة والشهاوة ما لها ما قد فراوط في طوارفها نصار بسند كان من ضعيف مقدر احسي سيرته والمواقف ذي ضباوط ولد صالح يرحمه عظمه الركن المنيف يا اليمن تلي قفا ركن عليك الصقوط من ركونك تعرفه وين علي صالح شطيف اشهد انه بعد ما اوتقطعنا الحزن غوط والهموم تراكمات بعد موتك يا شطيف في رحب الخلد